تحية وسلام، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحتراما السادة الأفاتارات في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم بالخير وبالمحبة جميعا، ونحن نلتقي عبر فيديو البث المباشر الذي تعودنا عليه مرتين ثلاثة يمكن في الأسبوع. على أي حال، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونحن الآن بنلتقي من جديد، كل الناس داخل وخارج السودان. يا ريت لو الصوت واضح، يا ريت لو الصوت واضح، الناس طوال توضح لنا في التعليقات بأنه الصوت واضح. يا ريت إذا كان الرسالة واضحة الآن والصوت واضح خلاص. مرحبا عليكم السلام البلالابي، الليلة تانية أول تعليق ما شاء الله، البلالابي مجاهد الفاضل، كل التحية والتقدير. مرحب درر الجميل، لك التحية، ومرحب عبد السلام، ومرحب جدو، ومرحب عبد الرازق، ومرحب حسن آدم، ومرحب أميرة. والصوت إن شاء الله واضح لكم يا جماعة، شايف في ناس بدوا يقولوا إنه الصوت واضح تمام. طيب الكلام كثير جدا، احنا ما دايرين نطول، لكن اللايف ده حيتناول مواضيع سريعه خلاص، يعني انه حيتناول مثلا الزياره العسكريه الاماراتيه للسودان الان يعني كويس، حيتناول اللايف قصه 14 كويس، 14 اللي هي بيعدوا لها الكيزان، حيتناول اللايف ايضا عمليه المفاوضات والسلام، وبنفتح الفرصة عشان الناس ممكن تبدأ تسأل ونبدأ نتكلم مع بعضنا البعض كويس. الزيارة نبدأ بها ولا نخليها في النص؟ خلاص نبدأ بملف الكيزان في رأيكم. والله أنا الحمد لله يعني بيقولوا داخل القوات المسلحة ذات وداخل الشرطة في ضباط شرفاء، زي ما في عساكر شرفاء، زي ما في عساكر كعبين، في عساكر شرفاء، في ضباط بساط شرفاء، في كثيرين كده خلاص. والله يعني سبحان الله، في تقارير خطيره جدا يعني من شرفاء داخل القوات المسلحه وشرفاء داخل الشرطه واخرين في الاستخبارات، والله تقارير مزعجه جدا خلاص، التقارير بالنسبه ليوم 14. لكن ان احسننا التعامل خلاص، كان يعني احسننا التعامل مع اليوم الجاي ده، ممكن نمر ان شاء الله ونعبر منه باذن الله وامان وسلام. لكن لو ما قدرنا ننتبه كويس للمخطط لليوم ده كويس، والله 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 هتحصل حاجات ما في زول متوقعها. لكن ان شاء الله زي ما قلنا كويس، امان، بس نعرف كيف نمر بالنوم. مرحب بكم كلكم الشباب الموجودين على مستوى البث المباشر. طيب الكيزان داعي ليوم 14، وما يزال او ما تزال الدعوات تنطلق كويس. اسمعوا التقرير ده كويس، اسمعوا النقاط دي كويس. ده المخطط ليوم 14 الجاي، ده للزول اللي بيجي بيقول لك السلام، اللي بيجي بيقول لك يوم 14 وزحف اخضر وكده كويس تمام. اول حاجه علينا نعرف انه في لغه السياسه ذاته في مياه زي ما بيقولوا كثيره تحت الجسر، في 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 والناس اللي بتقول لي عليك الله ده حال ده، يلا انتوا شوفوا هنا وتشوفوا ده وده حدا من الحال ذات، هسه كلامنا ده ولا انت كده تشوف هنا ديل يا هم ديل ذاتهم، تقول عليهم عليك الله ده حال ده، هسه ديل الناس دي ديل هسه فكروا بالطريقه دي ليه خلاص. طيب بالنسبه للمخطط، اول حاجه او اول خطوه قبل بدء المظاهرات، قالوا الموكب العظيم العرمرم، امشي شوف لكم فنانه ثانيه تقول لكم الخميس عرمرم كويس، وخليه تقول لكم السودان بخير وفيه رجال بغيره، دي قيلت للثوار يا ولدي. امشي اليوم ده بتلقى انه قبل المظاهرات التخطيط مخاطبات على مستوى الاسواق كويس، يعني كان ماشي دقيق لك ربع ملوه زي ما بقولوا في سوق، ولقيت واحد طوالي بدا يكبر ولا بدا يتكلم فهمتها، بس بالراحة تأمر الناس تقول لهم امشوا امشوا خلوه، بس خلوه خلوه خلاص خلوه، الناس تبتعد منه كويس. حيجي يحاول ككوز يقول لك يوم 14 خلاص ونحن لازم نكون ونحن خلاص، او بتلقاه فجأة بيأذن. ما هم الاخوان المسلمين كده فهمتها، يعني بيجيبوا لك الحاجة على اساس انه خلاص ده الدين كويس. والله شوف يا اخواننا، الناس بتسألني فلان قال داعم ليوم 14، شوف انا والله ما بتدخل في وجهة نظر زول، واي زول برايه، لكن 14 ده يوم مناصر للكيزان البتة، 14 ده يوم مناصر لعليك الله ده حال ده خلاص، يوم 14 ده مناصر للبشكير خلاص، ومناصر لعوض بن عوف وكل اولئك الاشرار فهمت. اذا نحن مشينا باليوم ده، فانت بتكون قاعد يمكن في السوق فجاه بتشوف لك ناس بدوا يخاطبوا،
فهو عارف انه الشغلانيه بدات تجوب طوالي، تعرف تتعامل معاه كيف بالانسحاب الامن، بالاضافه لشنو؟ قال لي مواقف المواصلات. يا ناس هسه انتوا الناس مواصلات ما فيه، هي وين هي المواصلات اللي جاي تتكلم لنا فيها؟ هي وين هي؟ هسه امشي عين موقف جاكسون، امشي عليك الله شوف هناك صينيه ال 40 خلاص يا اخي، اقول لك حاجه اعبر كده لغايه صينيه المركزي، امشي اي حته، امشي عين الناس ما لاقي مواصلات. انت ككوز حتيجي تقول لهم شنو عليك الله؟ حتيجي تقول لهم حسن البنا ده اللي علمنا حب الجنه؟ الناس الواقفه هنا ما بتعرف لك حسن البنا، ولا جاءت لتبني ولا تشتغل طلبه. الناس اللي جات هنا جات تعبانه من شغلها، جات عندها مشاويره خلاص، فبالتالي مباشره محاوله استدراج الناس كويس اللي موجودين وين؟ على مستوى المواقف. عليك الله الناس الواقفه في المواقف دي، عندها عليكم حيل يا كيزان، عندها عليكم حيل، ناس تعبانين تلقاهم 6 ساعات ما لاقيين مواصلات، انتوا دارين تمشوا تستهدفوهم؟ طيب ما تجيبوا لهم اوبامات يا اخي، انتوا كده بتحلوا المشكله قدر ده، تجيبوا لاي زول مواطن مسكين قاعد في الشارع جيبوا له اوباما، فهمت؟ على الزيرو، كده تكونوا حليتوا. انا اعتقد انه معانا مشكله كبيره جدا للمواطن السوداني. النقطة الثانية ودي فيها خطورة شديدة جدا كويس، اللي هو تحريك الطلاب من المدارس. في مخطط الآن بشكل قوي جدا لأنه يكون في إخراج للطلاب من المدارس، يعني المدرسة شغالة فجأة بفهم معين بحركة محددة انه يطلع الطلاب الشارع. الطلاب ديل شنو؟ عشان يكون وقود حقيقي خلاص ومحرك للثورة الدايرين يجيبها الكيزان من جديد. يعني الحكاية انه حتى الشباب اللي في الثانوي ديل اللي هو لما يشوف مظاهرة وبيطلع، بيطلع من اجل وطن يسع الجميع، وبيطلع من اجل بلد، وبيطلع من اجل ظلم وعدل وغيره، لكن ده هنا ككوز مطلعك عشان يجي هو خلاص. يعني ابقى الارواح اللي خسرناها في الفترات اللي فاتت كويس، والاسماء اللي استشهدت دي كلها مهمه مشكله يا كيزان، دايرين تجوا ثاني تضعفوا المساله. طيب يلا حته شفت المدارس دي نقطه مهمه جدا، شفت حته المدارس انه يتم اقتحام المدارس، يتم اخراج الطلاب كويس سواء كان بالترغيب او بالترهيب، الناس تمرق. الفقر الاخطر في الكلام ده يا اخواننا، انتبهوا للنقطه دي يا جماعه، انتبهوا للنقطه دي كويس. كده اول حاجه لايك شير، هسه ده حال ده، هسه من قبل اللي احنا بنتكلم في اللايف كويس، انت بتدعي لنا ما شاركت معانا لا لايك لا شير كويس، هسه ده حال ده كويس. فلايك شير، اللايك اسفل الفيديو على يدك اليمين اسفل الشاشه، الشير اسفل الفيديو خلاص اسفل الشاشه كويس. فشنو المساله؟ انه مقصود بالاضافه لانه دايرين يا جماعه ملصقات اللايف ده لازم الرساله توصل، بالاضافه لطوالي مباشره قال شنو الفقر الاخطر، الاعتداء على المعلمين كويس. اي معلم عارض انه الطلاب او وكيل اداره او استاذ عارض انه يوم 14 الطلاب يمرقوا المليونيه دي، يتم مباشره الاعتداء عليه، ودي نقطه لعمري جد خطيره. يعني دي مسألة أن لو ما انتبهنا ليها كويس، أنا شخصيا أتمنى بشكل كبير بأنه مجلس الوزراء يقول اليوم ده عطلة بس، عطلة البتة، في شنو؟ خلي من الصباح كويس، يوم 14 الناس دي تصحى تلقى عطلة، مع أنه الكيزان أقل من كده بكثير، لكن برضو أنت سلامت الناس يوم 14 خلي الناس يصحوا من الصباح الرحمن يلقوا عطلة. والله الكيزان أي واحد فيهم تلقاه قاعد برا ويقول عليك الله ده حال ده، عليك الله ده حال ده كويس، أقسم بالله والله تبقى فيه عملية الليمبي كويس اذا بقى يوم 14 عطله. فخلاص يعني خلاص كويس، حتى وان كان المدارس الخاصه، حتى وان كان، عشان تعرف كويس، عشان تعرف الكيزان ديل كويس، عشان تعرفهم يعني حتى التخطيط، لانه انا داير امرق الناس السبت كويس، والسبت ذاته الدروس الخصوصيه اللي فيه وشنو دي من الخطط الموجوده كويس. في PDF ممكن ارسلها لكم لافه، هي بتتكلم عن الاوضاع يمكن الان الحاصله في محاوله جر لجان المقاومه للاشتباك مع الموكب الكيزاني، دي يوم 14 محاوله جر لجان المقاومه، انه لازم يحصل اشتباك ضرب خلاص بين لجان المقاومه وبين الكيزان. والناس المواطنين كويس، يا ازوري لك التحيه كويس، المواطنين في الشارع ديل ما عندهم دخل يمشي يعتدوا على زول، ولا لجان المقاومه قاعد يمشي يعتدوا على زول، لكن حيحاولوا الكيزان بادبهم الشين وباخلاقهم الوضيعه بيحاولوا انه يجي يستفزوا الناس، وبيحاولوا انه يجي يتواقعوا على الناس، فدي نقطة لازم اي زول يركز فيها. يوم 14 من الاساليب اللي هي موضوع الان وفق خطة زي ما قاعدين نقرا في عوامل الان
عشان كده انا بقول لكم لايك شير وخلوا الرساله دي توصل يا جماعه. الكلام ده فيه ارواح ناس، فيه حياه ناس، الكلام ده بيمثل حاجه مهمه جدا. اللايك اسفل الفيديو على يدك اليمين، الشير اسفل الفيديو على يدك اليسار، زائد ملصقات. طيب عندك تاني النقطه بتاعه محاوله جر لجان المقاومه للاشتباك المباشر، محاوله الايقاع بين لجان المقاومه والقوات الامنيه. القوى الامنيه اللي بتحضر لو من جهاز امني، لو من شرطه امنيه، لو من استخبارات، لو من غيره، اي قوه محتشده موجوده في محاوله طوالي لصنع مشكله بينها وبين لجان المقاومه. يبقى المساله ذاتها البلد تبدا تدخل شنو؟ تدخل في نوع من الفوضى. انا قلت لك الكيزان يا يحكمهم يخربوا البلد. فهمت؟ ده فهمهم كده، يا اما نحكم يا اما انه نخرب البلد، لكن ان شاء الله ما في خراب، ان شاء الله عمار بس، عمار البته، خلاص ما في اي حويه، كويس الناس دي ماشيه لقدام. انا قاعد اقرا لكم النقاط المكتوبه خلاص من محاضر اجتماعات كيزانيه ليوم 14، طيب. بيقول النقطه السادسه كويس اللي هي استفزاز الاجهزه الامنيه، برضه يعني دي هي طبعا بتجي من الكيزان بجبن بالتلبد في وسط المتظاهرين واستفزاز الاجهزه الامنيه. تقوم شوف يعني الكيزان سعيين لانه يخلوا لجان المقاومه تشتبك مع القوات الامنيه. وفي محور ثاني هم اللي يستفزوا القوات الامنيه، وفي محور ثالث يخطوا الشارع كمان حتى الزول الشايل الدقيق وجاي ماشي من هناك ذاته يدخل في معركه ويدخل في مشكله. كويس؟ دي نقطة خلاف من ثلاثة محاور، كويس؟ محاولة إنه الوقيعة أو استفزاز الأجهزة الأمنية اللي قد يؤدي لما لا يحمد عقباه. خلاص؟ أنت الليلة أخوك في البيت، أخوك في البيت، كان شايل له حاجة ولا أبوك في البيت، خلاص؟ ربنا يحفظ لكم أبائكم وأخوانكم جميعاً إن شاء الله، خلاص كان شايل له زي ما بيقولوا حجر في يده، أنت كان سخنت معاه في الكلام يا زول يا زول، اعمل حسابك أنت بتعين الحجر ده بيشوف المسألة دي مزعجة شوية، خلاص طالما في يده حجر ممكن يفكه، كذلك أيضاً ده زول شايل السلاح، كويس أنت بتستفزه، طيب استفزاز مقصود، كويس؟ لجان المقاومة هتكون حامية للشغل ده، لجان المقاومة بتكون في الأحياء، فهمت؟ معروف مقرها يعني ومعروفة أماكنها، يلا لجان المقاومة هتكون حريصة على الأحياء لأنه الأحياء نحن جايين عليها، كويس يعني تكلمنا عن المخطط، كويس ليوم 14. في نقطة ثانية، النقطة السابعة ودي الأخطر، كويس؟ استنفار عام لجميع ميليشيا الدفاع الشعبي في السودان. استنفار الآن تم استنفار قوات الدفاع الشعبي. كويس؟ تم استنفارها للمشاركة وللترويج خلاص من ليلة يوم 14، من يوم 13. من يوم شنو؟ 13. ديل الكيزان. ده الموقف بتاع 14، ديل الناس اللي بيجوا بيقولوا لك يا فلان يا فلان نحن مارقين، نحن كده، ديل المواكب الدايرة ترجع البشير، الدايرة ترجع فلان، الدايرة تسوي، كويس بيقول لي دعوة، خلاص أنا بقول لكم لايك شير يا شباب بسرعة، الرسالة دي لازم توصل، كويس لازم توصل، لايك أسفل الفيديو على يدك اليمين، الشير أسفل الفيديو على يدك اليسار زايد ملصقات، كويس؟ طيب دي نقطة اللي هي استنفار قوات الدفاع الشعبي. ومعروف ان قوات الدفاع الشعبي عددها بتجاوز او ما بين ال10 وال11 الف. ديل محاوله استنفارهم على الاقل يقدروا يلقوا لهم 2-3 الف منهم قال في المظاهرات. طيب ميليشيا الدفاع الشعبي هي بتتحمل ايضا قتل المتظاهرين حتى في المواكب. خلاص ديل الناس اللي فعلا بتلقى لها بالسفنجه كان مع كاكي. كويس ديل الناس المكلفتين مكلفتين لا بيشبهوا جيش لا بيشبهوا شنو خلاص الدفاع الشعبي ديل جابوهم رموهم قال ديل يوم ديل هو قال يلا ديل اعمل حسابك منهم ديل تم استنفارهم الان ليوم 14 خلاص عشان كده زي ما قال ازوري والله يوم 14 ده حقه نسويه عصيان ما مارقين امره انت كيزان عواليك طيب والامن الطلابي حتى دوائر الامن الطلابي الالكترونيه والفنيه تم استدعاءها وبدات تتحرك والترويج ليوم 14 منذ كم يوم والليله زادت وتيرتهم جدا خلاص لاحظوا الصفحات فيكم كثير يمكن بيعرفوا كويس ونحن الكيزان بنعرفهم كويس يعني حتى كانوا رؤساء اتحاد جامعات رؤساء اتحادات جامعات كنا بنعرفهم كانوا شايلين السلاح وكانوا بيتعهدوا بفضل الاعتصام في اي لحظه وكانوا بيقولوا انه خليه يدونا له والله ربع ساعه نفضه خلاص رؤساء اتحاد في الجامعه الاسلاميه وكده نعرفهم جيدا جايين عليهم ان شاء الله كويس بيقول بعد الاستنفار العام لميليشيا الدفاع الشعبي والامن الطلابي كويس في نقطه كمان هي قد تكون فيها خير وقد تكون فيها شر في انقسام داخل جهاز الامن الان في انقسام خلاص في كيفيه التعامل مع المظاهره بتاعت يوم 14 او موكب 14 في انقسام الان بشكل كبير جدا
يا الله يا جماعه، في ناس بيقولوا النظاره، يا جماعه النظاره دي خلوها البت عليكم والله. احنا هسه احنا الان معنا الليمبي، احنا في الان في عليك الله ده حاله خلاص. احنا هسه انت تقول لي النظاره عليك الله دي ده حاله كويس. العفو يا استاذ غاسم النزير كويس. في انقسام الان داخل جهاز الام، هو جهاز الام ذاته الخلاف ذاته اللي فيه ما بين صلاح قوش وشلته القديمه الموجوده داخل الجهاز، وابو بكر دنبلاب اللي عمل تقارب مع احمد تي وخرب يعني حاجات كثيره جدا لصلاح قوش، مما حصل حرق لشخصيه دنبلاب في الفتره اللي فاتت. طيب الان في خلاف داخلي زي ده، في خلاف انه المتظاهرين ده اللي اتعاملوا معاهم كيف؟ الكيزان ده اليوم 14 اتعاملوا معاهم كيف؟ في كان سؤال زي ده خلاص؟ في ناس من داخل جهاز الامن بيقولوا قمعهم واعتقالهم، في ناس ثانيين بيقولوا لا 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 ديل اخواننا ويا جماعه ديل كانوا معانا في التنظيم خلاص، وديل ما قصروا خلاص، وديل سرقوا معانا وقتلوا معانا كتر خيرهم، ويوم من الايام غطوا لنا الموضوع ده وغطوا لنا على ده. يا حمد سراج التحيه والتقدير والسلام، كيف يا مناضل الشهيد الحي كويس. فديل الكيزان ذاته منقسمين جوا كويس، ده انقسام داخلي جوا جهاز الامن ليوم 14 التعامل مع الجماعه دي. الفئه داخل جهاز الامن اللي بتقول يقبضوهم ويعتقلوهم، ونحن يا جماعه في النهايه مع حقوق الانسان، انا شخصيا ما بقول الزول يمشي ياخذ حقه بيده او اقول اني يا اخي اقبض وعذب، لا كويس، انا بقول بالمحاكم العدليه بالقانون كويس. لكن داخل مؤسسات جهاز الناس اللي في الجهاز اللي قالوا يخلوا ديل، ما عشان خاطري وخاطرك استاذي، ولا عشان انت اللي بتشاهد اللايف ده، ولا عشان انت، الناس ديل اللي قالوا الكلام ده قالوه لانه خايفين على مصالحهم، على رقبتهم دي، خايفين يوم 14 ده ذاته الشعب يتذكر باقي الكيزان ذاته ما مرقوا. انت عارف انت ككوز مروقك يوم 14 بيذكر الناس جرائمك كلها، انت ككوز داير تمرق يوم 14 كرئيس لجنة شعبية حتذكر الناس الأراضي كويس. ما قال واحد من الناس في حلفة قالوا صلى بالناس، فقال الإمام صلى بهم، قال هو في اللجنة الشعبية كويس، فقال صلى قال الله أكبر وخط يدين وقال يسألونك عن الأنفال، والرجل هو أكل حاجات اللجنة الشعبية تقريبا، فقال لما قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، قال في واحد ورا قال له ويسألونك عن الطحنية والمربى وشوالات السكر والمسائل دي كلها كويس. فكمان انت ككوز مجرد ما جبهتك دي ظهرت شك، شوف والله في أجهزة رصد الثورة قاعدة خلاص، والله كان منبرشات كان غيره، النيل الفاضل ظهر في الاعتصام كويس، لما بيخشوا الناس قالوا مفضل ظهر، بس الحته دي ان شاء الله من بفوق العيون لغايه الحته دي عليك الله، دي مسافه كم سنتي يا سي كتشك واحد قبضها كك، قال لي ده انت النيل الفاضل من حتتك دي، وجابها من ناحيه جغرافيه ومساحات وصور قديمه، المهم على اي حال. فشنو انت ككوز مرقتك يوم 14 طوالك تفور بطن الناس عليك، فهمت؟ ايوه تعال 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 تعال، انت 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 في ميدان في الحله دي وينه؟ بالمناسبه ما تخلون في النقاط دي كويس، في كان اغاثه جات هنا وهنا كويس. ايوه انت ده مش الكوز اللي كان في الامن الشعبي ده، وانت مش الله اوه يا كوز، وقسم بالله والله خير لك والله، يوم 14 تقعد تطلع تقعد تطلع، والله يتذكر الناس، والله يتذكر الناس كويس، تذكر الناس وتقعد كويس. انا بتذكر في المعتقل زي ما قلت لكم جابوا شاشات في موقف شندي خلاص، وحتى في كوبر في غرف، فهي في السقف تعيلها زي ده لو رقبتك تتكسر، لم يعمل حاجه تريح الامه هي اساسا كويس. فبتذكر انه معانا المناضل الافاتار استاذ كمال بولات اللي هو رئيس حزب البعث القومي في قول الاجماع الوطني، بتذكر قاعد يتكلم جابوا مظاهرات، جابوا التقارير السمحه ايام رفيده ياسين لما بتجرها ثلاثه يوم كده ديك خلاص، بتذكر هو في التقرير ونحن بنشاهدها برا الحاصل شنو وفي مظاهرات، فبتذكر اثناء ما احنا بنتكلم بس فجاه هو نط من كان راقد كده نط، قلت له مالك يا استاذ كمال بولات؟ قال لي دي بنتي جابوها الساعه دي بنتي، فهمت؟ قلت البيت جابوها شغاله يا زول، شغاله بتهتف كويس ومتقدم الصف ما شاء الله، والله له التحيه والتقدير استاذ كمال ونزل الطيب. كذلك شوف الموقف ده اللي حيبقى عكس، انت ككوز ظهرتك قاسيه بنط بض دفعتك بيقول انت ده كان شايل السيخه في الجامعه دقيقه دقيقه اسمه منو فهمت؟ بيسالني وبقول لك انا ارسل لي الصوره بتاعته في الواتساب، فهمت؟ وذاك بيقول لي ارسل لي في الايمو، والله الشغلانيه بطيوك. اي زول بيتذكرك انت ككوز المفترض تتذكر انك عامل عمايل، تختفي البتة، الناس كان قالوا في مظاهرات تقول الله يبارك فيك الله يسلمك وتمشي، لان انت يجب ان تكون ممتن للشعب السوداني بانه ما عاملك بالقمع اللي انت عاملته به، يجب انك انت في ليلك ومنامك وصحوك وفجرك ورعد الضحى ككوز تكون تصلي لله سبحانه وتعالى تقول الحمد لله انه الثوار طلعوا ناس عاقلين،
خلاص تقول انه الثوار طلعوا ناس عاقلين على اقل تقدير كويس، لانه لو يتعاملوا بعصابتكم بتاعت الجبهه الاسلاميه وقتلها وفتكها بالناس ما ظنيت كان في كوز بيكون لا فيه فيه انت، لكن اعوذ بالله من لغه الانتقام اللي حيتضرر منها وطن كامل في نفس الوقت كويس. طيب احنا نواصل اذنكم لحظه يا شباب، لحظه بس انا بعاني من انفلونزا. قبل ما اجي يا شباب اسفل الشاشه على يدك اليمين لايك، اسفل الشاشه على يدك اليسار شير، زايد ملصقات بسرعه يا شباب نوقف الهجوم على اللايف ده، الكيزان بده يدقوا اللايف ده ازعجهم، بس ادوني 5 ثواني اذنكم. انفلونزا صارت تقعد لها 6 سنة دي ما لاقتنا قبل كده البتة. طيب رجعنا تاني يا شباب، معلش انا بعتذر بس اني مشكلة الانفلونزا دي متعباني. طيب 9 محاولة التأثير عبر خطب المساي، وخلاص بكرة السبت للمظاهرة كويس بيكون مباشرة قال في خطب الجوامع تمشي تسمع هناك شفتها اليوم ده تسمع في الجامع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا بالجهاد، ان شاء الله كان يالف حديث في هند كان يالف فاية انت تكون قاعد بتسمع. انا اتذكرهم جيدا هؤلاء الناس وقت بيسمموا عقول الناس في المساجد، يعني بتذكرهم جيدا. عادي الف لك بكره قصه خلاص عادي ممكن يجي. شفتها وقت علي عثمان بيقول الرومات على الجبل وقت بيقول الاسلام قادم والى الشيشان قادم، وكان جاي بتجيبه انت على عثمان على اية حال، على الاقل ده حال ده ده حال ده كويس. الوقت اللي بيقول الكلام ده كان السودانيين بيكتلوا فيهم يا اخي، الوقت ده السودانيين بيضربوا فيهم بالرصاص وبكتلوا فيهم في ليبيا وفي وين ما في زول شغال بهم لا دوله لا غيره. تهين ده يقول لك قال الهناك دي من خطط الكيزان. عندك اختلاق اكبر قدر ممكن من الازمات من الليله ليوم 14، اي ازمه لقيتها قدامك حاول اتساءل فيها. غد تكتر قفلات الكباري او غد تكتر قفلات الشوارع، شارع تجيبه هسه يكون ماشي ممتاز في امان الله كشك يتقفل يتقفل البته فجأة يجيبوا لك حادث. أنا والله قاعد أشك قاعد أشك الفترات دي في أغلب الحوادث في الكباري وفي شنو دي كويس، الحوادث المقصودة دي بالأخص مع الطلعة بتاعت الكوبري وللعربات فوق المتوسطة، ما العربات الصغيرة اللي بتعطل طوالي كويس. يتوقع إنه بكرة يوقفوا لك جرار يقفل الكوبري الجديد 2 ساعة، يقفل لك كوبري شنبات 3 ساعات بس دور كده قصد، خلاص قصد كويس. دي نقطة. يتوقع إنه فجأة كده العيش تاني ينعدم، تاني ما تلقى عيش زيادة على العليو كويس. يفكر انه البنزين ممكن ما تلقى ذاته لغاية الاربعة، طيب ممكن يعني ما هي في اساليب مع انه هي ما بتكون كاملة لكن بيكون فيها جزء كثير، يعني زي ما بنقول كويس نقول فيها جزء كثير جدا كويس. في نقطة ثانية خطيرة كويس حتى على مستوى المياه، في محاولة برضه لصب الوقود في المياه. والله غايتو الله ما يوقعكم في لجان المقاومة، يعني وانتوا بتكشفوا في الحاجات دي ما نتمنى لكم تقعوا معاهم هنا. طيب في تاني ارتداء افراد مدنيين لملابس عسكريه ويتم تصويرهم على انهم قوى نظاميه يقومون بعمل انتهاكات. كمان في ناس ما هو اشوف وقت ناس اخوات نسيب الابدع، انا واحد بتذكر مجاهد قال كان سابقا هو بيكلم فيني قال لي يا احمد كويس، قال لي والله والله نحن في اخوات نسيبه دي قال لي الناس دي عشان تعرفهم كويس او اسماء المعسكرات، قال انا واقف قال جلس الحكيم دار بيتكلم ومن هنا رياح الجنه سوف تاتينا والله اني لاشتمها. كذاب كذاب ما تلخبط فهمت ما تلخبط كويس. قال الكلام ده قال لي الوسخ فتح في فتيل بتاع مسك انا شايفه قال لي صغير كده الفتيل فتحوا قال الا تشتمون معي، قال في ناس قال لهم نعم الله اكبر في انت ما انت ككوز عليك تصدي ما دي تربيه عليك الله ده حال ده دي تربيه الليمبي يعني في انت. بعدين في واحد انا قصيت له القصه دي وهو من الاسلاميين كويس قال لي والله والله والله
قال لي نحن في المعسكر انتوا ما بتصدقوا الاشياء دي، دي كرامات من الله سبحانه وتعالى، دي كرامات من الله سبحانه وتعالى. قال اها، قال لي نحن واقفين في المعسكر ده لازم يا زلم، قال لي نحن واقفين في المعسكر وبنتدرب خلاص جنب المرخيات. قال فجأة والله والدنيا ليل سمعنا قال الجبال بتاعت المرخيات بتكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قلت له والله الجبل ده كان كبر معناه بهد الحتة المعاه كلها الحياة البعريفة، فهمت؟ أي خليه يعبر عن المسألة دي، يسبح لله سبحانه في صمت أي، لأنه إذا تحولت المسألة للعلن معناه البلاد كلها يعني هنا. قال إنه سمعهم وهم بيكبروا، ما 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 يلا لما يجيك إسحاق أحمد فضل الله يقول لك الغزالة جات للمجاهد قالت له أطبحني كويس، لما يجينا في ساحات الفداء يقولوا القرود حفرت الألغام طلعتها من أجل المجاهدين، أنت من الطبيعي أنك تاني يعني ككوز تصدق أي حاجة كويس. ولما يجوك يقولوا لك والله عندهم كثرة كذب، أنا بريحني في شاعر كده يعرفهم لك كويس في قصيدة كده بقول لك نادوا بتعظيم الصلاة كأنها لم تلقى عند المسلمين قبولا، وكأننا كنا مجوسا قبلهم أو عابدين مع الهنود أجولا. قال كذا لما نجو طبعا تفتح التلفزيون بصلاتك تيري دي 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 ما ري دي 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 معروفة، الناس عارفة الصلاة يعني في كل الديانات، ما محتاج تجيب لي إلا الصحوة، فهمت؟ فشنو بصلاتك بصلاتك وشنو هو زي ما قال دخل الناس السوق ولا هو دخل الناس الجامع ومشوا البتة خلاص السوق، فشنو دي الناس الجماعة كانوا شغالين في الموضوع ده. فكل الأغاني وكل الأشياء اللي أخرجت في الوقت ده كانت بتحس الناس قال على الجهاد في سبيل الله كويس، كان قال بتحس فديل الكيزة. فقالوا انه حتى العشوش زغرتت معهم، عليكم الله ده حال ده هسي عليك الله. عبد الرحيم محمد حسين الليمبي هو في المعتقل خلاص، هو في المعتقل بدل يفكر بدل يفكر في موضوع انه يتذكر خرافاتهم اللي بيسووها دي كويس، حتى يقول عليكم الله ده حال ده، مش ده افضل مما انه بس يدخل عليك نفسه في المعتقل بيجي يقول عليكم الله ده حال ده، ده حال ده بالله ده حال ده خلاص. الحال ده المفترض تقوله في منهجكم الكتب يتعلمونه له، الحال تعلمون منهج التلفزيون اللي بتفكوه الإعلامي السياسي الرياضي شنو خلاص محاولة إفساد كل حاجة. فديل الكيزان يا ولدي قالوا العشوش قالوا كبرت وزغرتت معهم، ولما المجاهدين يصلوا بيسمعوا العشوش كبرت. انت سمعت قبل كده العشوش كبرت؟ انا كأحمد الضيم التغيت بالمسألة دي لسه كمواطن مسكين عايش في الحياة دي 29 سنة والله ما شفت لي عشوش كبرت البتة قدر ما بحثت وعملت بحوث واسعة حتى في اليوتيوب كلام العصافير شنو ببحث احتمال، لأنه ممكن زول يكون يا جماعة بالدرجة دي خلاص والله ما لقيتها والله ما لقيت البتة قدر ما فتشت لها. أنا ما عارف انتوا لاقوكم، أنا ما لاقاني، أنا ما لاقتني عشوش بتكبر، أنا ما ربنا قال لا تفقهوا ما بتفقهوا تسبيحهم بيسبحوا بطريقتهم هم، فهمت؟ أنا ما عارف إسحاق أحمد فضل الله الأداه ترجمة لغة الطيور، أنا ما قادر يلا فهمتوا لما مصطفى سيد أحمد قال والله نحن مع الطيور، أيون ديل ناس إسحاق أحمد فضل الله ديل وناس الإنغاز ديل أيون ديل، فهمت؟ عشان كده جونا بلغة الطيور، فهمت؟ جونا بلغة الطيور قال 14 أمرك برا خطيل عليك الله شوف الريح جديد ده ها أمرك أنت قايل ده وقت البشير ماشي الساحة الخضراء، قايل ده وقت البشير في الساحة الخضراء هناك عليك الله كده الوقت ده يا أخي الشباب بيموتوا يا أخي البشير بتراقص خائر الخطيل حقه في الرقيص على جثث القتلى ده يحاكم عليه ده براوه المفترض يحاكم. وبالمناسبه لابد من الغاء هوي لو دارين تقنعونا يا برهان وغيره لو دارين تقنعونا انه لو دارين تقنعونا انه البشير يتحاكم داخل السودان اول حاجه تلغولين الماده في القانون اللي بتقول بفوق ال 70 سنه ما في اعدام ده لعب وفوضى وما مقبول. كيف يعني بفوق ال 70 ما في اعدام؟ فرعون ده ما سنه كم ما عمره كم؟ في ناس بيقولوا عمره كان 500 سنه في مؤرخين بيقولوا 300 سنه خلاص. ربنا لما ينزل بأسه بناس زادوا ما بقول ليه صغار ولا كبار خلاص وطبعا بالعدل كويس. انت كمان الان دار تعدل ليه دار تخلي ليه القانون يمشي يعني الناس بعد ده يقتلوا لما يوصل السبعين امان الحمد لله ما في زول بيسألوا. طال حتى الدول العربية برضو عندها لا لا مشكلة المرض ده يعني في القانون ده خلاص. ولا اذا ما بيتعدل القانون ده وما حيواجه البشير بالمحاكم لا هاي البتة. طيب في مخطط لإطلاق الأعيرة النارية في الأحياء، في مخطط ليوم 14 إطلاق الأعيرة النارية في الأحياء. لو بتتذكروا يوم 10 أبريل بالضبط لو بتتذكروا أو 9 أبريل الكيزان كانوا لافين في الأحياء كويس، كانوا لافين شنو؟ الأحياء. قال احترم الناس الكبار علموك كده يا سبحان علموني شنو يا هشام هوي
وانا شايفك منهم امبارح بتجي هنا بتكتكت للكيزان كده. تعال هنا علمونا شو كيزان، علمونا شو علمنا عبد الرحيم ده حال ده ده التعليم بتاعك. اشوف الناس بيعلموهم شنو انت في منهجك بتتعلم شنو، اذا بده بيعلموك سلامتنا ودق الطوب بالطين وما عارف ليك عليك الله لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله. كويس طيب اطلاق يلا لو بدي يتذكروا فجاه الاحياء بالليل كلها حصل فيها ضرب نار طيب كاسي في الجو اثارت الفزع والرعب، ده غير احداث ما بعد فضل الاعتصام واطلاق الدعم السريع برضه للنيران على مستوى الاحياء ومعاه برضه قوات امنيه برضه. الفكره دي الان موجوده من تيارات ديل ناس بيلبسوا مدني كويس، شفت اللي بيلبسوا مدني ديل دائما اللي كانوا بيعتقلونا دائما اللي بيعتقلوا الثوار والكنداكات ده اليوم داري يطلعهم لك اليوم ده كويس، يعني مصرين انه ما داري يرسوا المساله على بر ان شاء الله باذن الله ربنا موجود كويس، وعزيمه الشعب موجوده واذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. بعدين في محاوله لفرض الاعتصام، انا اعتذر لكم يا شباب جدا كويس معلش انا بس اتناول اذنكم لانه امبارح انا حاولت الشاي ده والله لقيته يا اخي خلي النظاره ده شنو يا جماعه مسألة النظارة دي شو دي انا ما قادر افهم كويس. ضباط شرفاء بيسالني بيقول لي المعلومات جبتها من وين؟ ضباط شرفاء وانت الان ما صعب عليك انك تجيبها. يلا شايف في كم تعليق بيقول النظارة امبارح انا داير اواصل معاكم انتبهت لقيت الشاي برد برد البتة يعني، لذلك انا الان قررت انه شوية عشان حتى لو من خلصت لقيته برد اكون شوية فشيت غبي انت اكون شربت لي نص كده. المهم طيب دي نقطة محاولة فرض اعتصام، في محاولة كسر رقبة كرتشكت دارين يجيبوا اعتصام، ده انت اعتصموا وين؟ حوش الخليفة والله تمشوا تلقوا لجان المقاومة قاعدة هنا، مشوا اعتصموا فين ده؟ دار تعتصم وين؟ كده ورينا اعتصام ده فيه دراسة وميادين وحمامات وأكل وسلامة أمنية وكلام كثير، انت دار تمشي تعتصم وين؟ ده سؤال والله العظيم إلا في القطينة وناس القطينة ذاتهم بيجيبوك راجع فهمت؟ ما بحاجه اسمها اعتصام ما لم يتوافق عليه الشعب. هو يا كيزان انتوا كنتوا بتقولوا الخروج على الحاكم حرام وكان يومي على الله يقتلوا الناس بالرصاص في الشارع ويبيدهم، يجيك الكاروري عبد الجليل النزير انتوا الزول ده الزول ده لازم يعتقل، هو في روايات بتقول ما اعتقل لسه. عبد الجليل النزير الكاروري كافعى سامه من هيئه بلماء السودان كان عبد الجليل النزير الكاروري يطلع علينا في المنبر وانا عندما تعلمت قياده السياره وكانت فولكسواجن من الابن علي عثمان محمد طه وكان ذلك اتذكر في السبعينيات يا زول مالنا ومال تركب فولكسواجن ولا غيره فهم ده؟ يعني نحن الان مشكلتنا فولكسواجن ولا فيراري؟ نحن دي ما مشكلتنا فهم ده؟ يلا ده كانوا الوقت ده ناس علماء السودان بيقتلوا زول بيجيبون بيسالهم رايكم شنو؟ خلاص جمهور مرق مويه ما في جمهور مرق قال ما داير الوالده ناس مرقوا بيضربهم رصاص بيقتلوهم في كل ولايات السودان كويس؟ بيجوك هيئة علماء السودان هؤلاء خرجوا على امر الحاكم كويس؟ هؤلاء خرجوا على امر الحاكم ويجب قتلهم وبالتالي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان تقطع ايدي دي اليوم دي هسه الله يسالك يا عالم لو ولدك معاهم كنت قلت الكلام ده؟ ما اولاد الناس ما حارين عليكم لكن اولادكم انتوا حارين. قال قطينة شنو يا زول والله ولا شيء في السودان ما اعتصموا فيه ده يوزك بابيك بياكد لكم انه يا كيزان القطينة ما حترحب بيكم ذات كويس. قال والله ود الضيب بيجيت زي الممثل المختار محمد عبد الله بيجيت كوميدي يا اخي انا زول مسكين يا اخي كويس انا زول مسكين يا اخي كويس لك التحيه وكل الشباب كويس يا اخي والله المساله يعني انا 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 بتكلم ما عشان اضحك انا بتكلم لانه زعلان جدا بالمناسبه زعلان البتة كويس. طيب النقطة الأخيرة في مسألة يوم 14 ده استهداف النساء والأطفال، في محاولة لاستهداف النساء والأطفال يوم 14/12 يبقى لي انه وضح لنا احنا كشعب السوداني اليوم ذاك نقعد ونشوف لايفاتكم ايها الكيزان الافاتارات كويس، نحن نقعد في بيوتنا نشوف كده نشوف ذات لايفاتكم الان تحركوا كده وصلوا ما شاء الله موكب كبير خلاص ما شاء الله يا اخ والله الكيزان ذاته خلعونا ما كنا نتوقع ده يوم 14 طبعا فهم ده والله ما كنا نتوقع سبحان الله يا اخي ما قايلين انهم الناس القدر ده ما شاء الله 50 نفر لا حول ولا قوه الا بالله 50 وثاني في سبعه جايين من قاعه الصداقه خلاص وفي سته ديل مرقوا منهم بده جايين سته نفر ما بساط اي كويس هو اليوم ذاك دايرين نتفرج
دعوا لنا مسألة الفرج البتة. خلاص ده بالنسبة لي دي الحاجات المتوقعة ليوم 14. ندخل في الملف الثاني، ندخل في الملف الثاني، الحلف الإريتري الأثيوبي. تعالوا نتكلم سياسة جر، خلونا من لغة العواطف. الحلف الأثيوبي الحلف الإريتري الإماراتي، معروف إنه نشأ حزب قديم، خلق حلف قديم وقوي جدا بين الاثنين دي. معروف انه اثيوبيا واريتريا بينهم مشاكل كثير، كلامنا بخصنا هنا في السودان، خلاص بينهم مشاكل كثيره جدا سياسيا، ومعروف انه بعد قريبا حلت مشاكلهم، وانه اريتريا انفصلت من اثيوبيا سنه 1993، خلاص وبقت فيها 4 مليون نسمه بيجي، وديل هنا اثيوبيا 91 مليون نسمه تجمعهم حضاره الاكسوم وتاريخ كبير جدا، ديل الاثيوبيين، في بلدهم هناك اديس ابابا قالوا بتعني الزهره الجديده، وناس اريتريا قالوا كلمه اريتريا تعني الماء الاحمر، على اي او البحر الاحمر، على اي حال. معروف الخلاف الحاصل بين إريتريا وأثيوبيا، هو معروف منذ زمن بعيد، منذ تاريخ الثلاثي وغيره. الحلف الإماراتي، العقد اللي وقع في الفترة اللي فاتت بين الإمارات وإريتريا حول شنو؟ حول إنه يدوهم قواعد مهمة جدا جدا في المينا بتاع عصبة، كويس؟ ده قال يدوهم قواعدهم لمدة 99 سنة بأسلحتهم. ده اشتراء الإمارات في محور الامارات المؤيد بالسعوديه المدعوم من امريكا، خلاص ومن راس مالين في اوروبا. الان بتمدد النفوذ الاماراتي حتى على مستوى مناطق البحر الاحمر والجزر، وحتى هناك في ايران، في ايران مشكله الخليج الفارسي وغيره. طيب الكلام ده عنده علاقه بزياره محمد حمدان دقلو حميدتي لاريتريا. حمدوك مشى اريتريا، استقبلوا موظف عادي جدا، استقبلوا موظف عادي للأسف. مش حميدتي استقبلوا السياسة فورجي. ليه؟ السياسة فورجي معروف إنه بينتمي لصفة المخابرات من زمان، مولود في 1946، معروف إنه بينتمي للمخابرات من زمان، ومعروف قوة مخابراته مع المخابرات الإقليمية والدولية. كان ممكن يرسل نائب الرئيس يستقبل حميدتي مثلا، أو يرسل مسؤول رفيع، لكن بنفسه هو، لأنه الخط الإماراتي هنا الأقوى، اللي هو بوابة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. أما حمدوك غير مرحب به في 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 قد يرحب به في أمريكا، لكن ما مرحب به وين؟ في إريتريا. زيارة حميدتي بتزيد المخاوف الشديدة، أنا شايفها مرة مرور الكرام بالمناسبة، بتصير المخاوف. عشان كده لما ذكرتها في الحلقة يومتها مع الواثق جار العلم، أنا عارف الكلام ده ليه يا إخواننا، الكلام ده خطير، الكلام ده بعد شويه حيولي عليك الشرك زياده، الكلام ده فيه صراع بتاع تسلح وتمدد بتاع نفوذ وقواعد. الصراع ده السودان الان مرقنا من المحور القطري اللي هو كان محور الاخوان المسلمين، دخلنا في محور الامارات، وانا شخصيا احترم اي دوله، كويس؟ اعتبر انه الامارات دوله صديقه للسودان، لكن بدون فرض وصايه، خلاص؟ بصداقه بدون فرض وصايه. نحن دايرين السودان يتمدد عربيا وافريقيا وعالميا، ممتاز، ما نخرب علاقاتنا يعني، كويس؟ دي 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 نقطة يا جماعة مهمة جدا جدا. فالكلام ده يا اخواننا كثير جدا. طبعا انا بستمتع باللايف بتاعك شديد جدا، العفو يا استاذ معتز، العفو يا اخي، وانا والله مبسوط منكم جدا برضو، كويس؟ ليكم التحية والتقدير. الناس تنتبه، الناس تنتبه، كويس؟ اريتريا برضها في مخططات إقليمية ودولية أيضا بتحكمها، وكذلك التمدد بتاع السودانيين في الشرق، الكلام إن شاء الله حنجي نفصل فيه. بالنسبة لملف السلام، الحرية والتغيير أعلنت الليلة إنه حيمشوا 10 عشان يناقشوا مسألة الملفات الخمس من ضمنها السلام عشان يحلوا قال المسألة. في نفس الوقت الجبهة الثورية في بيان رسمي طلعت قالت ما دايرة ولا زول البتة. أنور بيقول الصوت طشة، الصوت طشة يا جماعة ولا موجود؟ الصوت طشة ولا موجود؟ مرحب بك عمر فون، الله يحييك يا أخي، كويس؟ وين؟ ال- 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 الصوت واضح يا جماعة ولا لا؟ الصوت إن شاء الله واضح يا جماعة، كويس؟ في شنو في كسل يا أستاذ محمد صديق؟ شايف في كم تعليق بيقول لي كسل، حاصل شنو؟ كويس، كلام جميل يا ولد. طيب تسلم يا أخي، العفو، الطيب بيقول لي يعوك، أها. طيب الجبهة الثورية طلعت بيانة بشكل مباشر انه ما دايرين زول من الحرية والتغيير يجي. إيه. طيب.
طيب ليه؟ لانه كان في وفد او كان في اتفاق في اتفاقيه اديس ابابا اللي يوقع بالحريه والتغيير ومكونه الجبهه السوريه بانه ما يكون في محاصصات وبان انتظار تكوين المجلس التشريعي وارجاء تعيين الولاء الى ما بعد السلام. الى بعد شنو؟ السلام. الجبهه السوريه اعتبرت المؤتمر جبيل بتاع الاصم، جزء من قيادات الجبهه السوريه كنت متواصل معهم، اعتبر المؤتمر جبيل اللي ظهر فيه الاصم هو محاوله مكايده لانه يلحق ناس في التفاوض بشكل مباشر، والجبهه رافضه الكلام ده لانه شايفه انه الحريه والتغيير كغاده سياسيين معرقلين العمليه السياسيه، بالعكس ما 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 ماشيين معاه. كويس، دي اللي بتخلي كل مره قيادات حتى مني اركم الناوي بيان واضح بانه ما داير اي وصايا ولا ولا ولا. طيب هنا الشغلانيه دي هتمشي لوين؟ ده سؤال انا قبل كم يوم سالته وما زلت اسال. الاهم بالنسبه ليك انت اللي بتشاهد الله يفدو بتشاهدي، الاهم ليك الان تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاء ولا السلام اولا؟ انا لو سالتني احمد الطيب بدون ما اثر على كلام الناس، لكن لو سالتني بقول لك انه السلام اولا. السلام، لانه لما تجي الخطوه بتاعت السلام بعد ده انت هنا ممكن تكون قبتك البرلمانيه، ولو قعدت تقول لا لا المجلس التشريعي اول ونحترم كل الاراء، لكن لو قعدت تقول كده لو في مجلس تشريعي وفي حرب ما في فايده. كان في مجلس تشريعي في البلد دي من 99 ل 2014 كان في واحد اللي هو احمد ابراهيم الطاهر. كويس، البلد فيها حرب ما نفع ولا هو نفع ولا منهجه ولا طريقته الجبهه ولا اخلاقهم. كويس، كان الترابي من الايام رئيس البرلمان من 93 ل 98 99 لغايه مفاصله الغصر والمنشيه. كويس، في 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 الفاتح عز الدين كان رئيس البرلمان. كويس، فمساله البرلمان فقط. خلاص، السلام اولا وثاني وثالث. ده ابراهيم عوض بيقول لي، الطاهر بيقول لي السلام اولا، حسن بيقول لي السلام اولا، معتز بيقول السلام اولا، طارق بيقول السلام اولا، رؤوف بيقول السلام اولا، زين بيقول السلام هو اساس البنيان. كويس، عموما لكم التحيه والتقدير. ده الكلام الحاصل الان. تخاف من الشربكه تحصل، فانا بشوف شخصيا السلام، ونتمنى لو نمضي كلنا. كويس، نتمنى لو كلنا نمضي في اتجاه السلام ونكون شركاء حقيقيين كمواطنين وحكومة في عملية السلام، وإلا البلد ما حتدخل في الحاجة الإيجابية اللي نحن متمنينا. أو نحن أنا بعد ممكن أفتح فقرة الأسئلة يا جماعة بسرعة، لو في زول عنده استفسار. نحن عندنا 40 دقيقة من اللايف يمكن شغال. بذكر بإنه يا شباب ساعدونا ووصلوا رسالتنا دي. خلاص، اللايك أسفل الفيديو على يدك اليمين، الشير أسفل الفيديو على يدك اليسار، زايد تعليقات اللي هي ملصقات من أي زول دايرين ملصقين 3-5 يا شباب بسرعة، يدكم معانا من أي زول ملصقين 3-5، لازم رسالتنا دي توصل الآن. ممكن الناس تبدأ الأسئلة، استأذنكم. طيب، لابد من السلام وكل شيء بعده ملحوق ان شاء الله باذن الله. يا استاذ محمد النتيفة لك التحيه والتقدير. طيب ان شاء الله كلها باوقاتها يا جماعه حنجي لها. طيب انا شاكر لكم جدا يا شباب، وزي ما قلت لكم في كثير من الجروبات عامله اكس لللايفات بتاعتنا. خلاص، لكن بنقول لكم شير في كل التعليق في كل الجروبات وخلوا الرساله توصل. احمد طيب اشاره يحييكم، ان شاء الله التقي غدا باذن الله. السلام عليكم.